مدينة الرستان، 29/11/2013. السلام عليكم عمو. عمو فيك تحكي لنا شوي عن الوضع الإنساني بمدينة الرستان؟ لا في لا خبز لا مي لا غاز لا كهرباء ودمار على طول دمار. طيب عمو عم يصير عليكم قصف؟ كثير ايه. طلع هناك كل هذا منه كل يوم يصير قصف. طيب عمو شو عم يقصفوكم؟ بالطيارات بالدبابات بالهاو قال هذا سكود ما بعرف شو اسمه. طيب عمو شو بتوجه كلمة لبشار الأسد؟ بوجه كلمة له بس ارحمنا خليه بس يرحمنا خليه يتركنا وما يضربنا من القذائف ويبعث لنا المي الغاز المي الغاز الأكل. ما بدنا كهرباء بلا كهرباء بدنا مي غاز أكل. الولاد كل عبتنا كل يوم في شهيدين ثلاثة بارح شي خمسة ستة. أنا شي إلي شي خمسة أيام متساوي. طيب عمو نحن هلا مقبلين على فصل الشتاء، شو مجهزين لهذا الفصل؟ مجهزين مازوت بنزين؟ لا ولاش خالص ما في تياب ما في ولاش. طيب يعطيك العافية عمو. مدينة الرستان، 29/11/2013.